مثل ما تدرين يعني فجر في مشروع ضخم خاصة بالنسبة للمشاريع الإسكانية وغيرها، ولكن أيضا يعني المشاريع تكثر ومهمة، خاصة يعني المواطنين دائما يتابعون المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأكيد هذا المشروع فهد ضخم مثل ما قلت، ويضم يعني يضم وينضم إلى عدة مشاريع أخرى وإنجازات، وهذا النوع من الإنجازات تهم كل الناس خصوصا مع يعني المناطق الجديدة. أكيد إحنا طبعا راح نتكلم عن موضوع المناطق وبشكل تفصيلي، ولكن خلينا ننتقل إلى زميلتنا نوف عشان تعطينا آخر التفاصيل مع زميلنا فهد التركي. تفضلي نوف. فهد شكلك ناطر تعرف الأخبار السكنية. جدا صراحة أنا واحد من الناس المتابعين وبشراسة بعد. خلينا نشوف شنو آخر الأخبار السكنية. في مشروع ضخم ينضم إلى المشاريع الأخرى الجارية في الكويت، وافقت لجنة المناقصات بمؤسسة الرعاية السكنية على طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل فهد التركي مراسل قناة الأخبار. صباح الخير فهد، بشرنا شخبار جميع القضايا السكنية، إلى أين وصلت في هذه المنطقة؟ صباح الله بالخير نوف، صباح الخير فهد، صباح الخير فجر، تحية لكم ولبرنامج إشراقة كويتية من قناة الأخبار في دولة الكويت. فعلا يعني دائما ما تزف المؤسسة العامة للرعاية السكنية البشرى في تطور مراحل إنجاز مشروع جنوب سعد العبدالله، حيث تسابق المؤسسة العامة للرعاية السكنية الزمن في إنجاز البنية التحتية لهذا المشروع، ثاني أكبر مشروع في دولة الكويت بعد مشروع مدينة المطلع السكنية. وبالفعل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطرح 3 مناقصات جديدة على طريق إنجاز البنية التحتية لجنوب سعد العبدالله، تمهيدا لإنجاز هذا المشروع المهم في المكان والوقت المناسب مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البنية التحتية، وإنجازه في الوقت المناسب كما هو مخطط له. لمزيد من التفاصيل حول طرح المناقصات الثلاث والهدف منها ومراحل إنجازها، كل ذلك وأكثر سيكون حاضرا معنا في الحديث الذي سيجمعنا مع السيدة أمينة العوضي نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. صباح الله بالخير سيدة أمينة، يعني ما شاء الله جهودكم متواصلة وتسريع لوتيرة إنجاز البنية التحتية في جنوب سعد العبدالله، ماذا عن المناقصات التي طرحت مؤخرا والهدف منها وتسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية في مشروع جنوب سعد العبدالله ذلك المشروع المهم؟ صباح النور، يا أهلا وسهلا أخوي فهد وإخواني المشاهدين. فضل رب العالمين، طبعا المناقصات الثلاثة اللي تم طرحها هذه تتوالى مع المناقصة الرئيسية. بأكتوبر الماضي تم طرح وترسية وتوقيع عقد المناقصة الرئيسية للمدينة، واللي تتكون من 23,551 قسيمة، وكذلك تم طرح المناقصات المحولات الرئيسية. بالنسبة حق المناقصات الثلاثة هذه، طبعا مكوناتها تكون القسائم للمواطنين اللي إن شاء الله بعد الترسية وتوقيع العقود خلال 3 سنوات إن شاء الله يستلمون أذونات البناء. فاليوم نتكلم عن هذه المناقصات الثلاثة اللي تشمل مكونات جميع المدينة بالوقت الراهن، من القسائم، من شبكات الأمطار وشبكات مياه العذبة وشبكات المياه المالحة وخزانات المياه الأمطار وخزانات المياه المعالجة. يعني في المؤسسة يتسابقون الزمن في سبيل تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية في جنوب سعد العبدالله. اي نعم، طبعا بالتوالي احنا قاعد ندرج مناقصاتنا، وفضل رب العالمين المناقصه الرئيسيه اللي توقعت بشهر اكتوبر سابقه حتى الجدول الزمني التعاقدي ولله الحمد، تليها عقبها مفترض عقب 6 أشهر من المناقصه الاولى الرئيسيه تتوالى المناقصه القسائم. وفضل رب العالمين المناقصات الثلاثه اللي تم طرحها هذه باكج كامل لجميع القسائم بالمنطقه. هالحالة إن شاء الله يعني جميع المواطنين راح يأخذون أذونات البناء مع بعض، يعني إن شاء الله ما راح يكون في أي تأخير لأي ضاحية من الضواحي.
دعم كبير من قبل مجلس الوزراء، من قبل وزير يعني الدولة لشؤون الإسكان، في سبيل متابعة وتسريع إنجاز كافة مشاريع البنية التحتية لإنجازها في الوقت المناسب. والمشاهد يسأل متى تنجز البنية التحتية لجنوب سعد العبد الله؟ نعم، فضل رب العالمين بتوجيهات سمو رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزير الإسكان، رئيس مجلس الإدارة والمتابعة الحديثة مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، متواكبين في طرح جميع المناقصات بالوقت الزمني لها، بالعكس والله مسابقين حتى الوقت الزمني، والله يقدرنا إن شاء الله وتشوفون كل شيء بنور قريب إن شاء الله. ما الجديد في مشروع جنوب سعد العبد الله على صعيد البنية التحتية؟ الجديد مثل ما قلت لك تم طرح جميع المناقصات، المفروض كل مناقصة تكون على حدة، لكن تم طرح 3 مناقصات متماثلة على شركات عالمية ومحلية وخليجية من كبرى الشركات، المناقصة عامة مفتوحة للجميع. كلمتك الأخيرة لطالبي الرعاية السكنية في جنوب سعد العبد الله. أبشر إخواني المواطنين إن شاء الله المدينة سترى النور قريبا، وخلال 3 سنوات من توقيع العقد إن شاء الله راح يستلمون أذنات البناء. سيدة أمينة العوضي نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات، كل الشكر لكم، نتمنى لكم مشاريع جديدة والتوفيق والسداد في كل ما يهم المواطن وتحقيق المسكن الملائم لكافة الأسر الكويتية. شكرا لكم ولتواصلكم معنا. كل الشكر والتقدير للسيدة أمينة العوضي نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والشكر موصول لكل الجهود التي تبذل في الجهات الحكومية من أجل توفير المسكن الملائم لكافة الأسر الكويتية بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. نعم نوف، يعني هذا كل ما لدينا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نتطلع يعني إن شاء الله لمزيد من المشاريع والإنجازات على صعيد توفير المسكن الملائم للمواطنين. شكرا فهد، بصراحة أخبار رائعة لجميع من ينتظر أن يكون له مسكن خاص.